معنا إذن الأستاذ معاذ البدري، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين عبر سكايب من عمان. أستاذ معاذ، مرحبا بك. للمزيد من إلقاء الضوء على معاناة الشعب العراقي في ظل حكومات نظام المحاصصة، يعني أستاذ معاذ في تصريح صحفي لقسم الإعلام بهيئة علماء المسلمين قال إن هجرة العراقيين الشباب العراقي ومغادرتهم البلد على نحو غير مأمون، حتى وصولهم إلى أماكن خطرة، حتى وصولهم إلى أماكن غرقوا فيها، مرده أن العراق بيئة غير صالحة للعيش. من الذي حول العراق إلى بيئة غير صالحة للعيش في حين إنهم يدعون الاستقرار السياسي، يدعون أنهم حققوا للعراق ما لم يحققه من قبلهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك أستاذ العزيز ولمشاهدي قناة الرافدين الفضائية الكرام. الحقيقة الشعب العراقي يكافح على مدى 20 سنة خلت وأكثر من ذلك، حين وجد نفسه محاطا بمنظومة سياسية تتسم بالفساد بكل صوره وأشكاله، وتتسم بالاعوجاج بكل ما تحمله الكلمة من معنى. المنظومة السياسية التي جاءت على ظهر دبابة الاحتلال ولدت في العراق واقعا شاذا على كافة المستويات وعلى جميع الأنماط التي يمكن للإنسان أن يتعامل معها في حياته. العراقيون يبصرون كل يوم واقعا سياسيا مضطربا ما بين صراعات وخناقات بين الكتل السياسية وبين الأحزاب السياسية، تترجم هذه الخلافات وهذه الصراعات على ميدان المواطن العراقي الذي يدفع من حريته، يدفع من حياته ومن دمه ثمنا لهذه الصراعات. جرت العادة أن المنظومة السياسية تحاول أن تصفي الحسابات فيما بينها من بوابة المواطن العراقي، حتى ضاق المواطن العراقي ذرعا بالواقع الأمني، بالواقع السياسي، بالواقع الاجتماعي. أينما التفت المواطن العراقي لا يجد إلا صورة مشوهة للحياة في بلد من المفترض أنه يعد في طليعة البلدان، بلدان العالم، من حيث الرفاهية، من حيث الغنى، من حيث الموارد. كان يتأمل المواطن العراقي أنه يصل في مرحلة ما من مراحل حياته المعاصرة إلى أن يستعيد العراق ريادته بين الأمم، لكن ذلك لم يحصل أبدا. إذا نظر المواطن العراقي إلى الواقع الاقتصادي يجد السرقات على قدم وساق، لم تترك أحزاب السلطة شيئا إلا والتهمته، لم يترك السياسيون ولا منظومة الحكم القائمة في العراق ومن يتحالف معها من مؤسسات ومن منظمات دولية وغير دولية، الجميع تواطؤوا على سرقة المواطن العراقي رغم أنه ولكن يقبح في أستاذ معاذ يعني الواقع دائما يغاير دائما ما يقوله السياسيون في كل مرحلة لحكومة خلال 4 سنوات أو 8 سنوات تتجدد نفس الشعارات. منهم من يتحدث عن سوف نعمل على التنمية، منهم من يتحدث عن سوف نرفع دخل المواطنين ونوفر فرص العمل، ومنهم من يتحدث عن الاستقرار والأمان والرفاهية. يعني هذا الكلام يتوارد من حكومة إلى حكومة، والآن لدرجة وصول العراقيين إلى عدم الواقعية بالوصف، الآن وزارة الهجرة والمهاجرين ترسل رسائل عبر الـ SMS إلى موبايلات الذين هربوا من العراق، هربوا من الواقع العراقي، يقولون لهم يعني ارجعوا إلى العراق فبلدكم ينتظركم والعراق جنة. ولا يعني أليس من منطقية يمتلكها هؤلاء، يمتلكها السياسيون، الحكومة، نظام المحاصصة، لإقناع الشعب بأن الجحيم أو أن الجنة ليست كالجحيم؟ نعم، هذه الصورة أو هذا نمط من أنماط تسويق الوهم الذي يعتمده القائمون على النظام السياسي في العراق من أجل تحقيق مكاسبهم الخاصة على حساب مصلحة الشعب العراقي. لقد وصل الحال بهؤلاء إلى أنهم لم يكتفوا فقط بمصادرة ما هو من حق المواطن العراقي من موارد اقتصادية ومن حقوق اجتماعية، بل وصلوا حتى إلى مشاعره. في الماضي كنا دائما نسمع أن من يغترب عن وطنه دائما ما يعلل نفسه بقول الشاعر: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وأن ظنوا علي كرامه. حتى هذه المشاعر باتت مسلوبة من المواطن العراقي الذي
خرج من بلده، سواء كان خرج مضطرا لاجئا في بلد ما أو خرج نازحا في داخل البلد. القضية وما فيها أن الخطاب السياسي الذي تتبناه أحزاب السلطة هو نوع من تسويق الوهم الذي غايته استحصال مكاسب سياسية على حساب كرامة المواطن العراقي. اليوم حينما نتحدث عن لغة الأرقام، في قبل يعني قبل بضعة أيام تزامن اليوم العالمي للاجئين، المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان وهو يعمل في العراق ذكر أرقاما حقيقة خطيرة جدا، إذا صحت فنحن أمام معضلة حقيقية. يقول إن 4 ملايين عراقي هم خارج العراق، ما بين نازح ما بين مهاجر. نحن نتحدث عن نسبة كبيرة جدا، إذا صحت أعداد الشعب العراقي طيب ب 40 مليون نسمة، فهذا يعني أن طيب عشر العراقيين هم خارج البلد، لا يستطيعون أن ينعموا بخيرات البلد ولا يستطيعون أن يجدوا لهم مأوى في بلادهم. هذه مشكلة حقيقية طيب أستاذ تزيد معاذ، من الكثير المشاكل المقاطعة على عاتق العراقيين. كثير زد من على ذلك نعم المنظومة السياسية وأحزاب السلطة الطائفية تحاول أن تعبث بتركيبة المجتمع العراقي من خلال تجنيس الأجانب من إيرانيين وغير إيرانيين، بحيث تعطي طابعا ديموغرافيا جديدا في كثير من مناطق العراق، ولا سيما في المناطق أحزمة بغداد وحتى في بعض المناطق الشمالية بمحافظة نينوى. وهذه المشاهد وهذه التصرفات لا تدع مجالا للعراقيين في أن يجدوا بيئة اجتماعية نعم، صالحة لربما وصافية بإمكانهم أن يعيشوا فيها. يجد الشباب الذين هربوا بعد مرور مثلا 10 سنوات عندما يعودوا إلى بلدهم يكتشفوا أن كل مؤسسات الدولة أفغانيين وإيرانيين مجنسين، وحصلوا على الأمان وحصلوا على الوطن، على العراق، أصبح عراقهم وهم أصبحوا غرباء ربما، ولا نتمنى ذلك طبعا. أستاذ معاذ، يعني كثير روج لفكرة أن محافظات العراق الشمالية بإطار كردستان، أقاليم كردستان، هي يعني مشروع ناجح ومشروع ينظر له على أنه ربما المستقبل الواعد للعراق، ويروج لفكرة التقسيم. يا ترى، حتى يعني صرنا أيضا نسمع أن في كردستان هناك من الشباب الكرد يهربون من هذا الواقع إلى الدول أوروبا، هربا من الفساد وهربا من قلة فرص العمل وقلة الحيلة. إلى أي مدى ترى أن ما يروج له من قبل بعض السياسيين في نظام المحاصصة من أن الإقليم هو الحل؟ بطبيعة الحال الأحزاب السياسية أيا كان توجهها وأيا كانت هويتها دائما ما تحاول أن تغطي على فشلها في ميدان ما باختراع علة، أو فلنسميها يعني فكرة جديدة تحاول من خلالها أن تلفت أنظار العراقيين أو تستقطبهم لأمر آخر يثير الجدل وتكثر حوله علامات الاستفهام، بحيث تأخذ مدى واسع من النقاش ومن الجدال، سواء أنجز أو لم ينجز، المهم أنها تحقق صرف للأنظار عن إخفاقات وتسليط للضوء على فكرة جديدة تحاول من خلالها أن تستجلب شيئا من المكاسب والمصالح الذاتية. قضية الاستشهاد بما يسمى إقليم كردستان على أنه حالة مثالية للعيش أو حالة إيجابية يمكنها أن تحقق للمواطن الذي يقطن في هذا الإقليم يعني حياة كريمة وحرة، هذه يعني من الأفكار أو من الحجج التي لجأ إليها بعض من أسميناهم في تصريحنا تجار السياسة، الذين يريدون أن يستنسخوا هذه التجربة في ظنهم في مناطق أخرى من العراق، ويوهموا الطبقة المجتمعية التي تعيش في هذه المنطقة على أنهم سيظفرون بمستقبل واعد. واقع الحال يقول غير ذلك تماما. العراقيون ولا سيما الكراد منهم في شمال العراق هم في الآونة الأخيرة هم من أكثر الذين يلجؤون إلى الهجرة نحو أوروبا، وحتى الحادث الأخير الذي المركب الذي غرق على سواحل إيطاليا أغلبهم من العراقيين الأكراد. الواقع أن الفكرة القائمة على قضية الأقلمة أو صناعة إقليم يحظى بشيء مميز عن سائر مدن العراق، هذه كذبة روجها السياسيون ويريدون من خلالها أن يحصلوا على امتيازات تخص أحزابهم وتخص شخصياتهم. شكرا جزيلا لكم أستاذ معاذ البدري، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا من عمان.